الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعد كده رقم 23 بيقول لك دائرة كهربية مكونة من 3 مقاومات 20 أوم 30 أوم 60 أوم متصلة معا على التوازي مع بطارية قوات الدفع الكهربية 12 فولت أوجد. قبل ما نحل تعال نرسم الدائرة. عندنا 20 أوم 30 أوم 60 أوم وادي البطارية 12 فولت. بيقول لك هنا أوجد المقاومة الكلية المكافئة. طبعا المقاومة الكلية المكافئة 3 مقاومات على التوازي، يبقى الأر داش بتساوي 20 توازي مع 30 توازي مع 60 هتساوي. طبعا ممكن تستخدم القانون بتاع 1 على R داش بتساوي 1 على R1 إلخ، أو ان انت تبسطها مع نفسك، يعني 30 و60 20، 20 مع 20 هيديك 10. بعد كده شدة التيار الكلي، عايزين شدة التيار الكلي اللي هي الاي. طبعا الاي بتساوي الفي بي على الار داش. الفي بي بكام؟ ب 12 وده ب 10 هيديك 1.2 امبير. بعد كده فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه. المقاومات متوصلة على التوازي ومتوصلة على التوازي مع البطارية، وبالتالي فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة هيساوي فرق جهد المصدر اللي هي 12 فولت. يبقى في 1 بتساوي في 2 بتساوي في 3 بتساوي الفي بي اللي هي 12 فولت. بعد كده شدة التيار المار في كل مقاومة. أسهل طريقة تجيب بقى شدة التيار المار في كل مقاومة إن أنت هتقسم فرق الجهد على قيمة المقاومة تجيب كل تيار. سمي ده I1 I2 I3. عندك ال I1 بتساوي ال 12 على 20 6 على 10 اللي هي 6 من 10 أمبير. ال I2 بتساوي ال 12 على 30 12 على 30 على 3 في 4 4 على 10 4 من 10 أمبير. بعد كده ال I3 بتساوي يا إما هتقول I ناقص I1 ناقص I2 اللي هي 1.2 ناقص 1 يديك 2 من 10 أمبير، أو هتقسم فرق الجهد ال 12 على 60 هيطلع معاك نفس الكلام. 12 على 60 اللي هي تقسم ده على 12 فاعل 1 على 12 فاعل 5، 1 على 5 اللي هي 2 من 10 أمبير. السؤال اللي بعد كده سلكان لهما نفس الطول ومن نفس المادة يبقى دول ثابتين. مساحة مقطع الأول ضعف مساحة مقطع الثاني، والصلة معا على التوازي في دائرة كهربية. عند غلق الدائرة كانت شدة التيار المار في الدائرة اللي هي التيار الكلي بتساوي 3 أمبير. احسب شدة التيار المار في كل منهما. عندك هنا ادي السلكان بيقول لك هنا التيار الكلي كام؟ ب 3 امبير. والمعلومات اللي عطاها لك ده R1 وده R2، ان ال L ثابت والرو E ثابت، وان ال A1 بتساوي 2 A2، وعايزين نجيب التيار اللي ماشي في كل مقاومة، ده ال I1 وده ال I2. طيب اجيب التيارات دي ازاي؟ طالما ان انت عندك المقاومتين متوصلين على التوازي يبقى فرق الجهد متساوي، وطالما ان فرق الجهد متساوي الفي متساوي يبقى الاي بيتناسب عكسيا مع الار. الاي بيتناسب عكسيا مع الار، معنى كده ان الاي 1 على الاي 2 بتساوي الار 2 على الار 1. وبالتالي دلوقتي انا محتاج ان انا اجيب العلاقه ما بين الار 2 والار 1. طب اجيب العلاقه دي ازاي؟ انا عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، وهو قايل لك ان ال L والرو E ثابتين، وبالتالي ال R بتتناسب عكسيا مع ال A. يبقى انت عندك ال R2 على ال R1 بتساوي ال A1 على ال A2. يبقى ال I1 على ال I2 بتساوي R2 على ال R1، وال R بتتناسب عكسيا مع ال A، يبقى R2 على ال R1 A1 على A2 هيساوي
ال A واحد بتساوي اتنين اتنين، وال A اتنين زي ما هي، يبقى ده هيروح مع ده، هيطلع معاك I واحد على I اتنين بتساوي اتنين إلى واحد، أو I واحد بتساوي اتنين في ال I اتنين. يبقى احنا كده جبنا علاقة ما بين التيارات. طب ما انا عارف برضو ان التيار الكلي اللي هو التلاتة امبير ده هيتوزع على الاتنين دول، يعني ال I واحد زائد ال I اتنين بتساوي التلاتة امبير، وال I واحد بتساوي اتنين I اتنين، ال I اتنين زي ما هي، اتنين وواحد تلاتة، يبقى التلاتة I اتنين بتساوي تلاتة امبير، يبقى ال I اتنين بتساوي تلاتة على التلاتة واحد امبير، وبالتالي ال I واحد بتساوي اتنين في ال I اتنين اللي هي اتنين امبير. بس كده. ثواني هحط ورق. السؤال اللي بعد كده رقم 25، بيقول لك سلك اي بي يمر به تيار كهربي شدته 3 ملي امبير، والصلة معه على التوازي سلك اخر من نفس المادة، يبقى الرو اي متساوي وله نفس الطول والال متساوي وقطره ثلاثة امثال قطر الاول، يبقى انت عندك الدي 2 بتساوي 3 دي 1. احسب شدة التيار اللازم امراره حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي ثابتا. طيب انت عندك دلوقتي في البداية كان عندك سلك اي بي، السلك اي بي ده كان بيمر فيه تيار كهربي شدته 3 ملي امبير، 3 ملي امبير، والمقاومه بتاعت السلك اي بي ده ار، وبالتالي فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي ده اللي هو اسميه في 1 كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي قيمه المقاومه بتاعته في التيار اللي ماشي اللي هو 3 ملي امبير، اللي هي 3 في 10 اس سالب 3 امبير، هيديك بالفولت. بيقول لك بعد كده وصلنا مع السلك ده، وصلنا مع السلك ده سلك اخر سميه ار واحد ار اتنين. بيقول لك هنا احسب شده التيار اللازم امراره، عاوزين شده التيار اللازم امراره اللي هو الاي حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي ثابتا، عشان يظل فرق الجهد ما بين طرفي السلك اي بي اللي هو الفي واحد اللي هو بين طرفي السلك اي بي يفضل ثابت، عشان فرق الجهد بين طرفي السلك في اي بي يفضل ثابت محتاجين ايه؟ المقاومه بتاعت السلك اي بي اللي هي الار واحد هتفضل زي ما هي كده كده ثابته، وبالتالي عشان ده يفضل ثابت فلازم يكون التيار اللي ماشي فيه هو هو، يبقى التيار اللي هيمشي فيه هنا بكام؟ ب 3 في 10 اس سالب 3 امبير. فهمت الفكره؟ يبقى فرق الجهد عشان يفضل ثابت يبقى لازم التيار اللي ماشي فيه يفضل ثابت. احنا بقى دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين نجيب الاي. طيب المعلومات اللي هو عطاها لك بيقول لك ان السلكين من نفس النوع او من نفس الماده ولهم نفس الطول، وبيقول لك قطر السلك 2 اللي هو دي 2 بتساوي 3 دي 1. طيب احل دي ازاي بقى؟ عشان تحل دي فانت هنا محتاج عشان تجيب الاي قدامك اكتر من طريقه، يا اما هتقول ان الاي بتساوي اي واحد زائد اي اتنين، عندك الاي واحد بتلاته في عشره سالب تلاته امبير اللي هي تلاته ملي امبير، فانت محتاج تجيب الاي اتنين. عشان تجيب الاي اتنين، عشان تجيب الاي اتنين فانت هنا المقاومتين دول على التوازي، وبالتالي في حالة التوازي ال V بيبقى ثابت، فرق الجهد ثابت، وبالتالي ال I بيتناسب عكسيا مع ال R، وبالتالي عشان تجيب ال I 2 هتقارن ما بين ال I 2 وال I 1، ال I 1 معروف، وبالتالي وعندك هنا العلاقات ما بين ال رو E وال L والقطر، فتقدر تجيب ال I 2 تيجي تعوض في المعادلة دي جبت ال I. تعال نحل بالطريقة دي وبعد كده نبقى نشوف لو في طرق تانية. يبقى احنا دلوقتي عندنا الاي 2 على الاي 1 بتساوي الار 1 على الار 2. الار بتساوي ايه؟ الار بتساوي رو اي ال على، هو هنا عطيك علاقه ما بين الاقطار. العلاقه ما بين الاقطار هي نفسها العلاقه ما بين انصاف الاقطار، يبقى دي 2 بتساوي 3 دي 1 او ار 2 بتساوي 3 ار 1. ليه؟
لانك لو شلت الدي 2 دي وحطيت مكانها 2 ار 2 2 في نصف القطر، وشلت الدي 1 وحطيت مكانها 2 ار 1 2 في نصف القطر، الاثنين هتروح مع الاثنين هيديك الار 2 بتساوي 3 ار 1. يبقى النسبة ما بين الأقطار هي نفسها النسبة ما بين أنصاف الأقطار. يبقى أنت هنا رو اي ال على باي ار تربيع. نيجي هنا ده ثابت وده ثابت وده ثابت، في علاقة عكسية ما بين الار كابيتال والار سمول تربيع، وبالتالي ار 1 على ار 2 بيساوي ار 2 على ار 1 كل تربيع. طبعا ار 2 تربيع على ار 1 تربيع، التربيع هيبقى على الاثنين. يبقى انت عندك هنا الاي 2 على الاي 1 بتساوي ار 2 بتساوي 3 ار 1 على ار 1 الكل تربيع، ده هيروح مع ده هيديك 9. يبقى انت عندك الاي 2 بتساوي اي 1 في 9، 9 في الاي 1 ب 3 ملي امبير، 9 في 3 ب 27 ملي امبير. بعد كده هاجي هنا الاي بتساوي اي 1 3 ملي امبير زائد 27 ملي امبير هيساوي 30 ملي امبير. هو هنا عاملها 3 من 100 امبير، طبعا 30 ملي امبير اللي هي عباره عن 30 في 10 اس سالب 3 اللي هي عباره عن 3 من 100 امبير. طيب ده اسهل طريقه. الطريقه الثانيه هتمشي برضو، هتبقى هنا هتقول ان في 1 بتساوي في 2، في 1 اللي هو عبارة عن R1 في 3 في 10 سالب 3، وال V2 عبارة عن R2 في التيار اللي ماشي هنا، وتمشي برضو بالخطوات وتجيب ايه، وهتجيب علاقة ما بين R1 وال R2 وبعد كده هتوصل لنفس الناتج. طبعا ده اسهل، فخلينا في ده. السؤال الثاني 26 بيقول لك مرة تيار كهربي شدته 8 ملي امبير في سلك معدني رفيع، وعندما وصل معه على التوازي سلك آخر له نفس الطول ومن نفس المعدن، لزم زيادة شدة التيار في الدائرة إلى 10 ملي أمبير حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك ثابت، احسب النسبة بين نصفي قطري السلكين. السؤال ده والسؤال ده الاتنين شبه بعض، الاختلاف الوحيد المطلوب هنا كان مطلوب غير المطلوب هنا، أو مش كده كمان. هنا كان عطيك العلاقة ما بين الأقطار اللي هي علاقة ما بين أنصاف الأقطار، وكان عايز شدة التيار الكلي. هنا عطيك شدة التيار الكلي وعاوز العلاقة ما بين أنصاف الأقطار، وبالتالي هما الاتنين يعني الاتنين هما هما، بس هنا شال المطلوب وحط لك إيه؟ وحط لك مطلوب تاني. تعال نحلها. يبقى أنت عندك دلوقتي أدي السلك أهو الأولاني ار واحد كان ماشي فيه 8 ملي امبير، وصلنا معاه على التوازي سلك تاني ار اتنين، عشان نخلي فرق الجهد ده يفضل زي ما هو القيمة الاولانية ليه، يعني ما نغيرش التيار اللي ماشي هنا زي ما قلنا فوق، فرق الجهد ده فرق الجهد ده هيفضل ثابت، معناها ان التيار اللي ماشي هنا مش هيتغير، لان فرق الجهد عباره عن ايه، عباره عن التيار في المقاومه، المقاومه زي ما هي، وبالتالي لازم تثبت شده التيار. يبقى انت عندك هنا لما حطيت ده خليت ده بكام، ب 10 ملي امبير، بحيث ان ده يبقى 8، يبقى ده بكام بقى، ب 2 ملي امبير. يبقى الاي 2 بتساوي 10 ناقص 8 ب 2 ملي امبير. هنا بيقول لك ان الاثنين لهم نفس الطول ومن نفس المعدن، وعاوزين علاقة بين نصفي قطري السلكين اللي هي R1 على R2. نعمل دي ازاي؟ طبعا دي اسهل من اللي فاتت. انت على طول هنا عشان تجيب العلاقة بين انصاف الاقطار، فانت هتكتب قانون المقاومة الR بتساوي رو اي ال على باي R تربيع. هتجيب الR في طرف لوحدها، R تربيع بتساوي رو اي ال على باي في الR. ده ثابت وده ثابت وده ثابت، وبالتالي الار تربيع بتتناسب عكسيا مع الار، او ان الار بتتناسب عكسيا مع جذر الار، خدت الجذر بتاع ده والجذر بتاع ده، وبالتالي عندك هنا الار 1 على الار 2 بتساوي
الجذر التربيعي للار 2 على الار 1. يبقى انت هنا محتاج ايه؟ محتاج تجيب العلاقة ما بين المقاومتين. طيب اجيب العلاقة ما بين المقاومتين ازاي؟ المقاومتين دول متصلين على التوازي، يعني فرق الجهد ثابت، وبالتالي في علاقة عكسية ما بين التيارات اللي معروفة هنا والأقطار، وقصدي المقاومات. انت عارف ان الاي بتتناسب عكسيا مع الار عند ثبوت فرق الجهد، او ان الار بتتناسب عكسيا مع الاي عند ثبوت فرق الجهد. وبالتالي عندك هنا ار 2 على ار 1 هتساوي اي 1 على اي 2، وبالتالي ده بيساوي جذر التربيعي. الاي 1 ب8 والاي 2 ب2 هيساوي جذر 4 بيساوي 2 الى 1. طبعا ده 8 مللي وده 2 مللي، وبالتالي ملهاش لازمه ان انت تحول من مللي لامبير. السؤال اللي بعد كده رقم 27 بيقول لك اذا كانت قراءة الاميتر في الدائرة المقابلة 2 امبير، احسب شدة التيار المار في الدائرة قيمة المقاومة. قراءة الأميتر هي التيار اللي ماشي هنا. أنا عملت البطارية بالعكس. قراءة الأميتر التيار اللي ماشي هنا بيقول لك ب2 أمبير. عندك التيار اللي ماشي هنا، ثواني، التيار اللي ماشي هنا ب2 أمبير، وعاوزين نجيب التيار الكلي اللي ماشي في الدائرة اللي هو الأي، وبعد كده نجيب الأر. طيب أسهل حاجة أو يعني عشان تبدأ، فأنت هنا عندك المقاومتين دول توازي مع بعض. خلاص احنا يعني تعبنا من كتر ما قلنا الحته دي، مقاومتين توازي مع بعض، التيار بيتناسب عكسيا مع المقاومه، وبالتالي انت عندك هنا هنسمي ده مثلا اي 6. تناسب عكس ما بين التيار والمقاومات، يبقى انت هنا الاي 6 على التيار ده بيساوي نسبه عكسيه للمقاومات، يعني بيساوي 3 على 6، وبالتالي الاي 6 بتساوي على 2 فيها 1 على 2 فيها 3، 3 على 3 هيديك 1 بيساوي 1 امبير. يبقى انت هنا التيار اللي ماشي ب1 امبير. المقاومة دي نص المقاومة دي، التيار ده ضعف التيار ده، ده ب2 يبقى ده ب1. وبالتالي التيار الكلي اللي هو الاي هيساوي التيار ده زائد التيار ده اللي هو بكام بقى؟ ب2 زائد 1 هيديك 3 امبير. بعد كده عايزين نجيب ايه؟ بعد كده عايزين نجيب قيمة المقاومة ار. عشان تجيب قيمة المقاومة ار فانت قدامك اكتر من طريقة. اول طريقة ان انت هتجيب المقاومة الكلية اللي في الدائرة اللي هي الار داش، والار داش بتساوي ايه؟ بتساوي ال 12 فولت على التيار الكلي اللي هو 3 امبير، هيديك 4 اوم. ال 4 اوم دي اللي هي المقاومة الكلية عبارة عن المقاومة دي زائد المقاومة المكافئة ما بين النقطتين دول، يبقى الار داش بتساوي المقاومة المكافئة ما بين النقطتين دول 6 على التوازي مع ال 3 هيديك 2 اوم زائد الار بيساوي 4، وبالتالي الار على طول بايه؟ ب2 او. الطريقه الثانيه ان انت هتجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول سميه في 6، هيساوي ايه؟ الفي 6 هيساوي التيار ده في المقاومه دي، او التيار ده في المقاومه دي، او التيار الكلي في المقاومه المكافئه الاثنين. المهم التيار ده بكام؟ ب1 في 6 هيديك 6 فولت. بعد كده تجيب فرق الجهد ده، ال في ار بتساوي 12 ناقص ال 6 هيديك 6 فولت. بعد كده هتقسم فرق الجهد ده على التيار، هتجيب ايه؟ هتجيب قيمة المقاومة. يبقى الار بتساوي 6 على التيار اللي هو ب 3 هيديك 2 اوم. السؤال اللي بعد كده رقم 28 بيقول لك من الشكل المقابل اوجد قراءة الاميتر في حالة فتح المفتاح كي غلق المفتاح كي. تعالى كده
قراءة الأميتر، هنسمي ده اي واحد، ده قراءة الأميتر. طيب احنا دلوقتي في حالة فتح المفتاح كي اللي هو المفتاح ده، فانت عندك الجزء ده من الدايرة مش موجود، يعني المقاومة دي مش هيمر فيها تيار، وبالتالي الدايرة بتاعتك عبارة عن المسار ده. وبالتالي عشان تجيب قراءة الأميتر اللي هو الاي واحد يعني، فانت محتاج تجيب المقاومة اللي في الدايرة، وعندك القوة الدفع هنا ب 12، تقسم القوة الدفع على المقاومة الكلية تجيب الايه؟ الاي واحد. يبقى الار داش بتساوي المقاومة دي والمقاومة دي توالي مع بعض، لأن دي مش معانا، ب 10 زائد 30 بتساوي 40 أوم. بعد كده الاي واحد بتساوي القوة الدفع اللي هي 12 على المقاومة بتاعتنا اللي هي ب 40، 12 على 40 3 على 10 اللي هي 3 من 10 أمبير. بعد كده هنقفل المفتاح. لما تقفل المفتاح وصلت مقاومة على التوازي مع المقاومة دي. عشان تجيب الاي واحد قدامك أكتر من طريقة. طريقة من الطرق إن أنت هتجيب التيار اللي ماشي في الدايرة اللي هو الاي. بعد ما تجيب الاي، الاي ده هيتوزع هنا اي 2 وهنا اي 1. طبعا المقاومتين دول على التوازي هتجيب علاقة ما بين التيارات، والتيار ده زائد التيار ده بيساوي التيار ده، فتقدر تجيب الاي 1. هنمشي بالخطوات دي وبعد كده هنحلها بطريقه ثانيه. المهم يبقى احنا دلوقتي عندنا عاوزين نجيب الاي. عشان تجيب الاي هتجيب المقاومه المكافئه في الدايره. المقاومه المكافئه عباره عن العشرة زائد المقاومه اللي ما بين النقطتين دول. يبقى انت هنا سميها ار 1 2 بتساوي 30 على التوازي مع ال 20، هيساوي 20 في 30 على 20 زائد 30 اللي هي 50. خلي ده هنا صفر مع صفر، 30 على 5 فيها 6، 6 في 2 ب 12. بعد كده الار داش بتساوي ال 10 زائد ال 12 دي هيديك 22 اوم. بعد كده هجيب التيار الكلي اللي هو الاي. الاي هيساوي ال 12 على ال 22، 12 على ال 22 تبقى 6 على ال 11. عاوزين نجيب بقى النسبة بين المقاومتين دول، أو نجيب العلاقة ما بين المقاومتين دول، وبعد كده نقول إن الأي بيساوي أي واحد زائد الأي اتنين، نعوض عن واحد بدلالة التاني ونجيب إيه؟ ونجيب التيارات. طبعا المقاومتين دول على التوازي مع بعض، وبالتالي العلاقة ما بين الأي واحد والأي اتنين إيه؟ علاقة عكسية. عندك الأي اتنين على الأي واحد بيساوي أر واحد على الار 2. الار 1 ب 30، الار 2 ب 20، 0 مع 0 3 على 2. وبالتالي الاي 2 بتساوي اي 1 في 3 على 2 او 1.5 اي 1. بعد كده اعوض في المعادله دي بالاي 2، هيبقى عندك معادله واحده في الاي 1 فتقدر تجيب الاي 1. الاي ب 6 على 11 بتساوي اي واحد زي ما هي زائد الاي اتنين بتساوي 1.5 اي واحد، 1.5 وواحد ب2.5. يبقى الاي واحد، الاي واحد بتساوي ايه؟ بتساوي 6 على 11 على 2.5، 6 على 11 على 2.5. هيطلع معاك 22% امبير. ايه الحل التاني؟ ممكن ده يكون طويل شويه، فالحل التاني ممكن يكون اسهل منه. الحل التاني ان انا دلوقتي جبت المقاومه المكافئه بين النقطتين دول اللي هي ار 1 2. عندك المقاومة المكافئة بين النقطتين دول اللي هي ار 1 2 اللي هي بكام؟ ب 12 اوم. وعندك ده ب 10 اوم وده ب 12 فولت. المقاومة دي والمقاومة دي على التوالي مع بعض، وبالتالي الفي بتتناسب مع الار لان التيار ثابت. وبالتالي هجيب علاقة ما بين فروق الجهد. عندك فرق الجهد ده وفرق الجهد ده، او فرق الجهد ده وفرق الجهد الكلي. الاسهل فرق الجهد الكلي عشان اجيب التيار الفرق الجهد على طول. هنسمي ده
في واحد اتنين، في واحد اتنين على فرق الجهد الكلي اللي هو الفي او الفي بي، بيساوي ايه؟ بيساوي المقاومة بين واحد واتنين اللي هي الاتناشر على المقاومة الكلية اللي في الدائرة اللي هي اتناشر وعشرة باتنين وعشرين. تاني انا بقول هنا العلاقة ما بين فرق الجهد ده لفرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هو فرق الجهد الكلي، واحنا عارفين الفي بتتناسب مع الار، يبقى الفي من هنا لهنا على الفي من هنا لهنا بيساوي المقاومة من هنا لهنا اللي هي اتناشر على المقاومة من هنا لهنا اللي هي اتنين وعشرين. وبالتالي عندك هنا في واحد اتنين بتساوي اتناشر على اتنين وعشرين اللي هي ستة على حداشر في الاتناشر. بعد كده جبت فرق الجهد ده هقسمه على المقاومة دي هجيب الايه؟ التيار. يبقى انت عندك هنا الاي واحد بتساوي في واحد اتنين اللي هي ستة على حداشر، ستة في اتناشر على حداشر مقسومة على ايه؟ على التلاتين. بس على ستة فايل واحد على ستة فايل خمسة، اتناشر على حداشر في خمسة. اديك نفس الرقم. فانت قدامك اكتر من طريقة، يعني شوف انت الاسهل بالنسبة لك وحل بيه. السؤال اللي بعد كده رقم 29 بيقول لك هنا في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل المقابل، إذا كانت شدة التيار المار خلال المقاومة 20 أوم اللي هي المقاومة دي لا تتغير، ما بتتغيرش سواء كان المفتاحان كي واحد وكي اتنين مغلقين أو مفتوحين معا، احسب قيمة المقاومة R. عندنا الدائرة دي بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ان شدة التيار المار في المقاومة 20 اوم هنسميه اي واحد مثلا ما بتتغيرش سواء المفتاحين دول كانوا مفتوحين مع بعض او مغلقين مع بعض. معنى ان ثواني كده في مقاومة هنا معلش. معنى ان شدة التيار اللي ماشي ده ما بتتغيرش لها معنى تاني برضو، ايه هو؟ ان فرق الجهد ما بين النقطتين دول ما بيتغيرش برضو، لان انت عارف ان هنا هنسميه في واحد بيساوي الاي واحد في العشرين. الاي واحد ما تغيرش معناها ان الفي واحد ما تغيرش، وبالتالي دي المعلومة اللي انت هتحل بها المسألة. هنحل المسألة دي مرتين، مرة والمفاتيح مفتوحة وبعد كده والمفاتيح مغلقة. نبدأ والمفاتيح مفتوحة. والمفاتيح مفتوحة الدائرة بتاعتك هتبقى عبارة عن الشكل ده. عايزين دلوقتي نجيب التيار اللي ماشي في المقاومة 20 اوم وفي نفس الوقت نجيب فرق الجهد بين طرفيها، وبعد كده اما نغلق المفاتيح هنستخدم المعلومات دي عشان نجيب الايه؟ الار. يبقى احنا دلوقتي عايزين نجيب الاي واحد. الاي واحد بيساوي ايه؟ الاي واحد بيساوي القوة الدفعة على المقاومة الكلية اللي هي 50 و 10 60 و 20 80. 6 على 80 اللي هي 3 على 40 اي 1 امبير. ونجيب الفي 1 بالمره. الفي 1 بكام؟ الفي 1 بتساوي ال 20 في التيار اللي ماشي فيها اللي هو 3 على 40 على 20 فال 1 على 20 فال 2 هيساوي 1.5 فولت. يبقى دول المعلومتين بتوعنا اللي هنبدا منهم. عندك في 1 معروف والاي 1 معروف وقيمة المقاومة معروفة. نيجي بقى نغلق المفاتيح ونشوف.
أو قبل ما نرسمها، لما تغلق المفتاح ده وتغلق المفتاح ده، لما تغلق المفتاح ده أنت كده وصلت المقاومة دي على التوازي مع السلك، وبالتالي دي هتتلغي، وبالتالي دي خلاص مش معانا. البيان كلهم جم في نفس الوقت. التار اللي ماشي هنا بكام؟ التار اللي ماشي هنا بتلاتة على الأربعين، اللي هي بكام بقى؟ تلاتة على الأربعين. خمسة وسبعين ملف. وفرق الجهد ما بين النقطتين دول بكام؟ بواحد ونص فولت. وادي التيار اللي عندي. احل دي ازاي بقى؟ انت عندك فرق الجهد ما بين النقطتين دول، اسهل طريقة تحل بيها فرق الجهد ما بين النقطتين دول بواحد ونص، وعندك فرق الجهد الكلي او القوة الدافعة بستة فولت، فتقدر تجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول. لو جبت فرق الجهد ما بين النقطتين دول وعندك قيمة المقاومة هتجيب التيار. جبت التيار هتقدر تجيب التيار اللي ماشي في المقاومه دي اللي هو الاي ار. جبت الاي ار وعندك فرق الجهد اهو، فتقدر تجيب الار. دي اسهل طريقه. وبالتالي انا دلوقتي محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب فرق الجهد ده، سميه في 2. الفي 2 بتساوي 6 ناقص فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي اللي هو 1.5، هيطلع معاك 4.5 فولت. بعد كده هتجيب التيار، الاي بيساوي فرق الجهد ده اللي هو 4.5 على المقاومة دي اللي هي ب50، هيساوي 9/100 اللي هي 9%. بعد كده هتجيب الاي ار، هيساوي الاي ناقص 75 من ايه؟ من 1000. الاي ب9% ناقص 75 من 1000 هيساوي 15 من 1000. جبت التيار ده وعندك فرق الجهد ب1.5، وبالتالي الار بتساوي 1.5 على 5 او 15 من 1000، هيطلع معاك 1500 على 15 اللي هي 100. دي الطريقة السهلة. الطريقة الصعبة بقى ان انت هتجيب الاي واحد، جبته بعد كده هتيجي من هنا وتجيب الاي. عشان تجيب الاي فهتجيب المقاومة الكلية اللي هي الار داش. الار داش بتساوي المقاومتين دول على التوازي، اللي هي ار على التوازي مع ال20 زائد ال50. بعد كده هتجيب الاي اللي هي بتساوي الستة على الار داش. بعد كده هتجيب علاقة ما بين التيار ده والتيار ده، ومنها تجيب الاي واحد اللي هو التيار ده، وبعد كده هتساوي ال 75 من 1000 بالتيار اللي انت جبته تجيب الار. بس هتلاقي نفسك دخلت في معادلات كتير مش هتعرف تحلها. ان شاء الله نكمل بقى مع باقي المسائل في الفيديوهات الجايه. توفيق والسلام عليكم.